أهم الأخبار اللي اتكتبت على الأهلي في الصحف النهارده. الأهلي بيبدأ خطوات إصلاح مسار قطاع الكرة بالأهلي. الأخبار: الأهلي يدخل منطقة الجروح ويعقد أولى جلسات الإنقاذ. كارتيرون يرفض البكاء على اللبن المسكوب، ووليد سليمان يعتزل دوليا. مجلة الأهلي: الخطيب بيعمل تأكيد لن يرتدي الفانيلا الحمراء إلا من يتحلى بشخصية الأهلي. الأخبار المسائي: اجتماعات الحسم في الأهلي، مجلس الإدارة يناقش ملف الكرة، والخطيب ينفرد بكارتيرون ويوسف. الوفد: يوم الحسم في الأهلي، الخطيب يناقش أسباب زلزال رادس وتغييرات منتظرة بالجهاز الفني. الشروق: اليوم الخطيب يستقر على خلة قطاع الكرة في الأهلي، إضافة عناصر على لجنة الكرة، حسم الصفقات الشتوية وتحديد أسماء القائمة الأفريقية، تعيين مدير للكرة، ومناقشة تقرير أسباب الإخفاق الأفريقي، واجتماع مهم لمجلس الإدارة. الوطن: يوم حاسم في الأهلي لتحديد مصير الجهاز الفني بعد سقوط الأفريقي. ثلاث اجتماعات مهمة للخطيب مع المدير الفني ولجنة الكرة والمجلس، ومطالب بتوقيع عقوبات قاسية على أزارو، وأزمة في الفريق بسبب السلية. الوفد: لجنة الكرة تحسم ملف صفقات يناير مع كارتيرون، والمدير الفني يسلم القائمة الأفريقية. اليوم السابع: الخطيب بيعلن خطة إنقاذ الأهلي في ثلاث اجتماعات مهمة اليوم. رئيس النادي يبحث مع كارتيرون مستقبل الفريق، جلسة خاصة مع لجنة الكرة، واجتماع مهم لمجلس الإدارة. مجلة الأهلي: الأهلي في الإمارات بروح جديدة استعدادا للقاء الوصل الخميس. مجلة الأهلي: الشناوي يتحدث لأول مرة بعد خسارة اللقب الأفريقي، حقكم علينا ونعدكم برد الاعتبار خلال شهور. غابت روح الفانيلا الحمراء في رادس، ولو عادت لدقائق لتغيرت الأمور.